السلام عليكم، عيد مبارك على الجميع. معلش الواد بيعيط يا جماعه، فعاملين لنا قلق ومش عارف اصور الفيديو. شايفين يا جماعه، بصوا هنا، هذه ازهار ايش؟ الازهار كلنا اللي احنا شايفينها ازهار الزيتون. طبعا الموسم، عايزين نقتنص الفرصه، بقول لكم كل سنه على الموضوع هذا وبنوه عليه. بصوا عادي، تاخد هذه كده، شايفين هذا يا جماعه ايش هذا هنا؟ بصوا ازهار، نشوف ازهار الزيتون. هذا الزيتون، اتكلمت قبل كده عن الاوراق، فوائدها رهيبه جدا وربنا خلق فيها حاجات مش موجوده الا فيها. والثمار هنا لما الازهار بتعقد بتبقى برضه ثمار الزيتون، الزيت وكده، والزيتون ذات نفسه كفاكهه صغيره، فوائد رهيبه جدا، فوائد رهيبه جدا. طيب الموسم اللي بيطلع فيه الازهار نقتنص الفرصه. ليش؟ الازهار هذه يا جماعه نقدر ناكلها، نقدر نحطها على السلطات، بقول لكم بثقه مليون في الميه، وانا بستخدمها كل سنه في الموسم هذا. وبصوا هنا بقدر اعمل كده زي ما انتم شايفين الازهار، ونقدر ناكلها. طعمها مر، فحلوه جدا للي عنده السكر، بتظبط ضغط الدم خالص. كميه حديد، كالسيوم، يعني احنا كده بناخد الزهره لا هي ثمره ولا هي ورقه، تمام؟ احنا بناخد الثمره وهي لسه زهره، فيها حبوب لقاح بنسبه عاليه، وفيها كل اللي احنا عايزينه كفوائد شامله للزيتون. فبيقع كتير منا الفتره هذه، لا خساره، هذا وهو كده اللي بيقع ممكن نحط حاجه كبيره وناخده. بتحط على السلطات، بيتحط على، نقدر ناكله على طول، ونقدر نعمل منه مشروب. ايش فوائده؟ كميه رهيبه من الكالسيوم والاحماض زي اوميجا 3 واحماض امينيه، غير المغنيسيوم، و عندنا طبعا شويه الياف مفيده جدا للتخسيس، وعندنا كالسيوم، وعندنا يعني اغلب الحاجات اللي مرتبطه بفقر الدم من حديد او فيتامينات عاليه او مركبات، كلها موجوده في الازهار بنسبه عاليه جدا. فانصحكم نقتنص الفرصه، لان بعد كده خلاص بيعقد وهيصبح زيتون، وقبل كده ما بيكونش فيه ازهار. فهذه فرصه قدامنا الفتره هذه، حوالي يعني اسبوعين ثلاثه نقدر ناخد الازهار، وبالذات اللي بتقع نقدر ناخدها، مفيدة جدا يا جماعة، بستخدمها دايما، بتقوي، بتخلي صحتك الجسدية قوية جدا، بتخلي نضارة وصحة للجسم بشكل عام، وبتدينا باور وطاقة، تمام؟ لأن احنا بنجمع كده بين الأوراق وبين الحبوب والثمار من غير الزيت. فأحلى مسا عليكم. الفرصة هذه ما بتطولش، يعني تقعد حوالي الأسبوعين هدول، وبعد كده بيعقد الثمار وبتطيح كمية كبيرة، فحرام حرام، إضافة للسلطات، أو نعمل منها مشروب، أو نقدر ناكلها. واسمعوا نصيحتي، لأن فوائد رهيبة في الزيت وفي الثمار وفي الأوراق، فمستحيل ربنا يكون خالق الأزهار برضو في الفترة هذه ملهاش إيش، وبتبقى بالملايين. وفي نفس الوقت يا جماعة في حبوب لقاح لونها أصفر بتطيح معاها، فوائدها جبارة بالذات للرجال وللنساء. أحلى مسا عليكم، اللي عايز نضارة قوة جسدية، يحس بطاقة وباور وصلابة في كل شيء، وبالذات للرجال، ويحافظ على عظمه وعلى الالتهابات لو في التهابات مفاصل او من هذا القبيل، وراحه للمعده. وكل سنه في الموسم هذا باكل كميه كبيره من الازهار، وما شاء الله زي ما انتم شايفين عمري الحمد لله، بالعكس بدي طاقه وباور رهيب للجسم. والسلام. ختام جنني بعد العيد، يعني مش عارف شو اقول لكم يا جماعه. ساي باي تو مامي، رمضان كريم، السلام عليكم. فوائد ازهار الزيتون، والسلام ختام.